أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا. ولا زمهريرا. ودانية عليهم ظلالها كبير.
لكم هذه التلاوة من قناة المعالي على اليوتيوب. نرجو الضغط على اشتراك وإعجاب بالمقطع والمشاركة له كي ينتشر الخير بإذن الله عز وجل.